كان عايزها في المساحة وحطها له إيتوجا في رجليه. محمد إبراهيم فنت حلو من ريان عايز يربط وفعلا بتوصل له، وادي تسديدة وجول جول جول، ولكن في لمسة يد، قرار سليم من السيد منير. هل فيها لمسة يد ولا ما فيهاش؟ لا ما فيهاش. جول، هدف ثالث، هدف ثالث. السيد منير بيقول خبطت في الجزء اللي ما لا يحتسب، وهنشوفها في الإعادة وترتفع النتيجة أصدقائي بتصبح 3-0. أحمد ياسر ريان بيفتتح التسجيل وبيضع أول أهدافه في النسخة رقم 64. بص شوف خبطت فين، خبطت في الكم، والكم ما يبقاش هاند بول، ده اللي قال عليه واتفق عليه اللي